في مشعلاني مع السلام يا رب وخلاني علقوا في مشعل وفي مشعلاني لاني تبليته هو اللي تبلاني حبي معاكم راح يمحملين العنب تحت العنب تفاح يا رايحين عحلم حبي معاكم راح يمحملين العنب تحت العنب تفاح يا كل من ولفوا معه واني ولي في راح يا ربي نسم الهوى ترد الولف لينا وعلقوا في مشعل او في مشعلاني مع السلامة يا ربعي وخلاني علقوا في مشعل او في مشعلاني زاد تبليت هو اللي تبلاني سلم عراملها سلم على ابواب القدس بوس لأهلها يا رايحين عالقدس سلم عراملها سلم على ابواب القدس بوس لأهلها سلم على حجار القدس لا تنسى صخرتها سلم على كل البلد وتوكل على الله وعلقوا في مشعل أو في مشعلاني مع السلامة يا ربعي وخلاني علقوا في مشعل أو في مشعلاني لا لتبليته هو اللي تبلاك سلم عدارجها سلم على وسط البلد ربك بيفرجها يا رايحين عمان سلم عدارجها سلم على وسط البلد ربك بيفرجها سلم على جبل عمان لا تنسى قلعتها سلم على كل البلد وتوكل على الله وعلقوا في مشعل أو في مشعلاني مع السلامة يا ربعي وخلاني علقوا في مشعل أو في مشعلاني لاني تبليته هو اللي تبلاني علقوا في مشعل وفي مشعلاني مع السلامة يا ربعي وخلاني
بشو حاب احكي لك الجانب المظلم ولا المفتح في الموضوع؟ هسا الجانب المظلم يعني اللي هو التعليل والاعراس وال هذا الاشي اللي تسمع مجوز بس مجوز يعني تكون مبسوط انت تسمع مجوز فعليا يعني هي جو الاعراس والتعليل للمجوز هاي رهيبه هاي الجانب اللي مظلم بيكون بالعتمه يعني بالنسبه للجانب المفتح انه المجوز بس صار يعني هي قالت للتعليل وللاعراس ولهي الشغلات ما حد بيعرفها عندنا حتى مرات بالاردن نفسها ما حد بيعرف شو المجوز فاكرين المجوز هو كبسه على الاورج انه هاي مجوز او تعليله هاي مجوز لا بيعرفوش انه المجوز او اليرغول هو اله هو اله تراثيه اصلا فاحنا بنحاول نجيب هاي الاله التراثيه او المجوز ندخلها معنا بجو هاي الالات نجيب الختيار نقعده مع شباب عمرهم 15 16 20 سنه 25 سنه هيك بحد هو بكون عمره 70 سنه فشوف كيف بدنا نخلي الختيار يعزف مع هذول الشباب وزبطت يعني فهذا هو المجوز من الجانب اللي فتح خلص يعني والله وهي قمار هيك